حيث عكفت الإدارة على اعتماد المواعيد الدراسية للعام الدراسي 22-23 والتي تمت فعلاً، اعتماد الخطة الدراسية لبداية العام الدراسي 22-23 والتي تم عرضها في اجتماع اللجنة الاستشارية للمركز. تم إعداد وتجهيز المقررات الدراسية واعتمادها للطباعة في صورتها النهائية، كان ذلك بتاريخ 24-3-22. تم إنجاز تقسيم الدروس على الأسابيع الدراسية والدفع بها للطباعة النهائية. تم وضع قواعد توزيع الدرجات للمقررات الدراسية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي أيضاً 22-23. كما قام المركز من خلال إدارة الكتاب المدرسي بإعداد خطة عمل لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 22-23، وتم ذلك يوم أو في شهر 12-2021. أيضاً قام بتجهيز كافة النسخ الإلكترونية لأصول الكتب المقررة على مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والانتهاء منها خلال شهر 3-22. كما تم فتح باب التسجيل بسجل الموردين بالمركز والانتهاء من خلال شهر 3-22. شكلت لجان فنية أيضاً لزيارة المطابع وتقييمها، وقد تم ذلك في شهر 5-22. تم أيضاً الانتهاء من أعمال جرد المخازن الفرعية والعامة في شهر 5-22. كما تم إعداد كراسة المواصفات وإحالتها إلى لجنة العطاءات بكافة الإجراءات المطلوبة ومستنداتها. أما في موضوع كتاب المدرسي ومن خلال لجنة العطاءات، حيث باشرت اللجنة أعمالها من تاريخ استلام قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 741 لسنة 22 والقاضي بتشكيلها في 23-5-22. خلال هذه الفترة عقدت اللجنة 13 اجتماع بتاريخ 6-7-22، أنهت لجنة العطاءات أعمالها باعتماد محضر الترسية الخاص بمشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي. بتاريخ 6-7-22 تم إحالة محضر ترسية مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي إلى السيد معالي وزير التربية والتعليم، متضمناً نتائج أعمال اللجنة مرفقاً بمحاضر اجتماعاتها. بتاريخ 7-7-22 أحال السيد معالي وزير التربية والتعليم إلى مجلس الوزراء محضر ترسية مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، متضمناً كافة المستندات الخاصة بالمشروع. بتاريخ 17-7-22 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 646 لسنة 22 باعتماد محضر ترسية مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والإذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد على تنفيذ المشروع. بتاريخ 25-7-22 أحال المركز قرار مجلس الوزراء رقم 646 لسنة 22 باعتماد محضر ترسية المشروع والإذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد على تنفيذ المشروع إلى ديوان المحاسبة مرفقاً بكل المستندات الخاصة بالمشروع. بتاريخ 11-8-22 أحال ديوان المحاسبة للمركز خطاب بالموافقة على إتمام الإجراءات التعاقدية مع 16 شركة، تضمن الخطاب أيضاً ملاحظات على بعض العقود. بتاريخ 15-8-22 أحال المركز مذكرة بالردود على ملاحظات ديوان المحاسبة حيال بعض العقود مرفقة بكل المستندات الخاصة بها. بتاريخ 15-8-22 أحالت وزارة التخطيط لوزارة المالية أمر صرف، وذلك لتسييل المبلغ الخاص بتنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي إلى حساب مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. قامت وزارة المالية بإحالة القيم المالية الواردة بأمر الصرف من وزارة التخطيط إلى مصرف ليبيا المركزي لتسييله إلى حساب المركز، ولا زلنا ننتظر الإجراءات المالية، وفي حالة ما تم استكمالها سيكون الكتاب في المخزن الرئيسي والمخازن الفرعية خلال 3 أسابيع. لذا ومن هذا المنبر أدعو كل المسؤولين في الدولة الليبية للوقوف مع المركز حتى تكون بداية العام الدراسي بداية مثالية
وفي موعدها المحدد. وأما إذا ما تأخرت الإجراءات أكثر من ذلك لا سمح الله، فإن الكتاب قد يتأخر في الوقت الذي قامت فيه وزارة التربية والتعليم بكل ما مطلوب منها من خلال مركز المناهج في هذا الموضوع. موضوع الكتاب المدرسي يهم كل الليبيين كما أسلفنا شرقا وغربا شمالا وجنوبا. أي تأخير في موضوع الكتاب المدرسي قد يسبب ربك لبداية عام دراسي جديد. هذه هي آخر أخبار مشروع الكتاب المدرسي وما تم التوصل إليه. أكرر النداء إلى كل مسؤولين بالدولة الليبية للحقيقة الوقوف مع وزارة التربية والتعليم ومع مركز المناهج حتى يصل الكتاب في موعده المحدد. أتمنى ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.